حضرتك مدير فني طبعا فريق 12 سنه ناشئات، سن صعب، مفيش سن تحت منك، انت بتبتدي اول مراحل البطوله للاعيبه، فتاخد بطوله زي دي بيقول لك الف مبروك وتقول لي على انجازات. الله يبارك في حضرتك. انا اول حاجه عايز اشكر بس فرقتي كلهم عشان تعبوا جدا الفتره اللي فاتت، قعدنا من شهر 3 لشهر 9 في البيت، فعشان نرجع تاني بدانا من الصفر. ست طبعًا. شهور دي عمرها ما حصلت، سن صغير لسه وفي السن ده بالذات، فبداوا من الاول تاني فيتنس كويس، وقعدنا نركز عشان ما فيش اصابات تحصل، وبدانا تمرين يعتبر من الاول خالص يعني. فاللعيبه كلهم هقولهم كلهم من اول، حبيبه وملك ومديحه وهنا هشام وفريده حسين ورقيه، فالفرقه كلها بصراحه تعبت الفتره دي عشان نوصل للهدف اللي احنا متربيين عليه كلنا، مركز رقم واحد. الحمد لله اخذنا اول فرق، وفي الفردي اخذنا اول. مين نزل في الفردي عندك؟ في الفردي رقم واحد خدت ملك، اثنين حبيبة، ثلاثة من نادي الزمالك، الرابعة مديحة، الخمسة هنا الشام. يعني فكنا أول مراكز، أربع مراكز، كله أول وثاني ورابع وخامس في البطولة. يعني الخمسة الأوائل، أو نقول خلينا نقول منصة التجويد، الأربعة اللي بيبقوا الأول، ثلاثة من النادي الأهلي، ثلاثة من في الإيفنت بتاعك، بس الأول الذهب اللي طبعا اللي هو الجايزة الأكبر من الأهلي طبعا. أول وثاني، أول وثاني طبعا، أول وثاني بس أنت عارف النادي. أه طبعا ده حاجة جيدة إن يبقى الفاينل، الفاينل الأهلي. فدي بتبقى في الحالة دي ما بتقفش يا كابتن كوتش على حاجة، بتبقى مريحة جدا. بتتفرج على اللعيبة بتاعتك، نقعد نتفرج بقى، بتتفرج على اللعيبة بتاعتك بتلعب، فبتبقى يعني بحب العب بره، فبروح ببقى شايف اثنين اثنين بيلعبوا من نفس النادي، المدير الفني بيمشي. لا كلنا بنتفرج، انا فاهم، بس ما بنكتشفش يعني. لا كلنا بنبقى قاعدين في المدرج بالظبط، هي دي عشان بتبقى فيها حزازيه طبعا. بس انجاز كبير يا كابتن، واكيد بعد انجاز كبير ونجاح بعد التعب، وعشان نوصل لكده تعبنا جامد جدا، والمدربين كلهم وقفوا مع بعض عشان نوصل. يعني مدرب الرجال ومدرب السيدات كان بيمرنوا فرقتي، مدرب 15، اللعيبه بتاعتي تلعب مع 18، كان النادي كله ايد واحده في الوقت ده. صحيح. وعملنا معسكر شهر كامل قبل بطوله الفرق عشان اللعيبه ترجع لمستواها تاني واللياقه بتاعتها تاني. فكنا تمرين كم تمرين في الاسبوع كابتن؟ كل يوم، ما عدا كل يوم فترتين، كل يوم فترتين، كل يوم ما عدا فتره الصبح وفتره بالليل. طب دول يعني بنات صغيرين و12 سنه ومدارس، بيتعبوا جدا، واولاء امورهم بيتعبوا جدا عشان هو عشان رقم واحد، فلازم يعملوا كده. وفي لعبتنا لازم يعني فترتين في اليوم بالذات قبل البطولات، يعني دلوقتي بيبقى فتره واحده، بعد المدارس فبيبداوا مثلا من 5 ل 7 ونص 8، بس الاغلب فترتين، الاغلب اغلب الوقت بتبقى فترتين، لان انت عندك بطولات طالع من البطوله على طول. طب انت عندك اللي بعد كده يا كابتن بالنسبه للفرقه بتاعتك؟ احنا هنبدا بعد كده، يعني احنا خلصنا الموسم خلاص، اخر حاجه كانت المرتبط الحمد لله اخذنا اول، الحمد لله، فبنريح يعني. التمرين كل يوم برضو شغال بس بيبقى خفيف شويه الفتره دي، وهنبدا من شهر 7 تاني الموسم الجديد، ونستعد لهم الاول تاني وان شاء الله اول يعني. ان شاء الله اكيد، وهنتابعك وهنتابع اخبارك اكيد ان شاء الله.